حنا اليوم في واحد اللقاء هنا صحفي اللي نظمته النقابة الوطنية للصحافة فرع أكادير، مشكورة اللي دعتنا ليه باش نتذكروا شوية على الفلاحة بصفة عامة وعلى المشاكل ديالها والإكراهات في ظل ما قبل كورونا وما بعد كورونا وفي ظل هذا الإشكال ديال الحرب وديال كذا. تذكرنا على بزاف ديال النقاط، كانوا أسئلة جد مهمة من الصحفيين، كان بزاف ديال المداخلات، كان الصراحة اللقاء كان ناجح جدا، واللي كان فيه التركيز بزاف هو على العلاقة ديال الفلاحة المغربية مع الفلاحة الإسرائيلية والخبراء الإسرائيليين، وهذا التبادل زعما الزيارات اللي كاين ما بين الفلاحة المغاربة والإخوان الإسرائيليين، حيث انه كانوا الزيارات مكتفه اللي حتى حنا بدورنا كغرفه كنا حاضرين فيها وشفنا الخبراء وحطينا لهم اهم الاشكالات اللي عندنا، هي الاشكال ديال الماء اولا والتجربه ديالهم في تحليه ماء البحر واعاده المياه العادمه استعمالها والتقنيات ديال الري بصفه عامه واللي هو التكنولوجي اللي كاينه، وكذلك البحث العلمي فيما يخص الاغراس والزريعه والانواع الجديده والطريقه ديال 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 العمل ديال زعما الفلاحه ديالها والعلاقات مع الجامعات ومع زعما البحث العلمي بصفه عامه. الاخوان كان صراحه رغبه كبيره لا من الجهه ديال الفلاحين المغاربه ولا من جهه ديال الفلاحين الاسرائيليين، حيت كان واحد السامبوزيوم، كانوا زيارات الجهه، كانوا زيارات متعدده اللي صراحه بدا واحد النقاش جاد مسؤول باش ان شاء الله نشوفوا التجارب الناجحه عندهم ونترانسفيريوها للفلاحه المغربيه بصفه عامه. وشكرا.